امبارح كان في لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء لمتابعة ملف الأدوية وتوفرها. هيئة الدواء كانت أكدت أنها نجحت فعلا في توفير المعروض من الدواء وجاري الانتهاء من بعض الأصناف أو من توفير بعض الأصناف اللي كانت مش موجودة. عشان نعرف تفاصيل أكتر من هذا اللقاء معانا على التليفون دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نطمن الساده المشاهدين على توافر الادويه في السوق. احنا طبعا بقى لنا حوالي شهر في ضخ كميات كبيره من الادويه، يمكن في لقاء معالي الوزير الدكتور علي الغبراوي مع دوله رئيس الوزراء هو ذكر بانه تم ضخ اكثر من 11.5 مليون عبوه دواء من الادويه الناقصه، والمصانع الدواء بتشتغل بطاقه انتاجيه عاليه، واي مواد خام مش موجوده بيتم احضارها على طول بالطيران. وفي نفس الوقت الأدوية اللي هي المستوردة اللي ملهاش بدايل جت منها كميات كبيرة بحيث أنه تسد احتياجات السوق. أكيد دكتور علي، يعني في أدوية معينة كان فيها نسبة عجز يمكن في الفترة اللي فاتت، وحضرتك بتقول أن في أدوية تم ضخها مؤخرا، إيه أكتر الأمراض اللي كان عندها نسبة عجز وتم ضخ أدوية مناسبة ليها؟ هو طبعا ادويه الضغط والسكر وادويه ومضادات حيويه وبعض ادويه الاسهال. هي القضيه في انه احنا في مصر عندنا التعامل مع الدواء بيتم بالاسم التجاري، وده اللي عظم من المشكله وده اللي كبر منها. انما هذه الادويه كان لها بدائل ومسائل، كان ليها بدائل ومسائل، وكان ممكن نرجع للصيدلي وللطبيب وكان سهل ان احنا نحل هذه الازمه. القصه مش ان انا النهارده الازمه ان شاء الله زي ما رئيس الوزراء قال بثلاث شهور، يعني على الشهر الجاي هتكون انتهت. القصه في ان احنا لابد نبدا نبص ان احنا نمشي زي ما اوروبا وامريكا من ناحيه علميه. الاسم العلمي هيحل كثير من المشاكل. النهارده دواء ضغط بتاعي لو ثمنه وصل ل 100 جنيه وفي زيه نفس التركيبه 50 جنيه، انا اولى بال 50 جنيه الفرق. طيب لانه الادويه نفس الكفاءه. دور مين يا فندم التوعيه بقى بالنقطه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي؟ يعني انا مثلا لو رحت كشفت والدكتور كتب لي اسم دواء معين بروح للصيدلي بيقول لي ده مش موجود في البديل بتاعه، ببتدي اخاف. بعض الناس يجي يقول لك ايه اصل الصيدلي عايز يبيع الدواء اللي موجود عنده وخلاص. ازاي نقدر نوعي الناس بالماده الفعاله بتاعه الدواء؟ يعني نبتعد زي ما حضرتك بتقول كده عن اسم الاسم التجاري بتاع الدواء. اولا ده سؤال كويس قوي. دور مين ده مهم. اول حاجه هيئه الدواء بدات فعلا بانها منزلت على موقع بتاعها الادويه البدائل والمسائل، الادواء الاكثر مبيعا وبدائلها ومسائلها. تمام. فده الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه هي الاعلام، والاعلام مهم جدا في التوعيه ان جميع الادويه المصريه بنفس الكفاءه ونفس الفعاليه ونفس الجوده، ولا يوجد دواء درجه ثانيه او دواء ما بيتحطش في ماده فعاله، لان هيئه الدواء لا تسمح بهذا. هيئه الدواء بتراقب جميع مراحل التصنيع والتحليل والتوزيع، فالمنظومه كلها تحت رقابه الدوله ورقابه صارمه، لا يوجد رقابه على قطاع زي قطاع الدواء. ده رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لي معالي وزير الصحه دكتور خالد ابو غفار هو كان نزل من 8 شهور مناشده للاطباء بكتابه الدواء بالاسم العلمي. لو حضرتك رحت التأمين الصحي أو وزارة الصحة أو مستشفيات الجمعية هتلاقي السادة الزملاء الأطباء بيكتبوا الدواء بالاسم العلمي وغير مسموح لهم يكتبوا بالاسم التجاري. تمام. فهي بتطبق في المستشفيات الحكومية. فهو بالإضافة لنقابات الأطباء برضو إنها تدعم هذه الفكرة، لأن في الآخر احنا يهمنا مصلحه البلد ومصلحه المواطن في ان احنا ما يبقاش في ازمات، واحنا اوريدي عندنا دواء، مصر فيها دواء، ولكن هي قصه ثقافه لابد ان احنا نحاول نغيرها.
دكتور، ثقافة التعامل مع الدواء، يعني جرت العادة انه الناس بتروح تشتري الدواء بالعلبة في الوقت اللي بيكونوا محتاجين منه شريط واحد او اقل كمان من شريط، وبيتم استخدام الجزء اللي بنستخدمه وبعدها الباقي بيتهدر. ثقافة التعامل مع يعني كمية الدواء المستخدمة، ازاي نقدر نتعامل مع القصة دي بالذات كمان في التوعية مع الصيدليات؟ هو اولا فعلا احنا في مصر لا نحسن استخدام الدواء. يعني احنا انا مثلا عايز مسكن، المسكن ده لان الحاله اللي عندي مثلا خلع ضرس، بدل ما اجي باخد مثلا شريط، الشريط ده هيكفيني 5 ايام او 10 ايام، ما اخدش 3 شرايط، اكتفي بشريط واحد لانه الشريطين التانيين هيقعدوا عنده وتاريخهم ينتهي. قد يكون حد تاني عاوز، لما دي فلوس احنا بعد كده بنعدمها. فطبعا في الدنيا محتاجه ان احنا نبقى عندنا وعي في استخدام الدواء. انا باخد من الصيدلي ما يكفيني من الجرعه، حاجه تمشيني لمده شهر، حاجه تمشيني مثلا لمده اسبوع، حاجه على حسب كل مرض. انما لو بصيتي في هتلاقي الناس عندها دواء مخزناه قد كده، والدواء ده عباره عن دولارات دولارات تم ضخها، والدولارات دي في الاخر بتتعدم. ما هو في الاخر كل الادويه دي كلها متكلفه بالدولارات، فاحنا نخزنها واقتصاديا انا بدفع من جيبي وفي الاخر انا اللي بعدمه. فالافضل ان احنا ناخد الدواء على قد احتياجنا. طيب دكتور، بالنسبه للامراض المزمنه، الضغط بقى، السكر، بعض الامراض المزمنه المختلفه دي، طبعا ما فيش شك انه لازم الادويه بتاعتها تكون متوفره. هل احنا عندنا خريطه يا فندم شغالين عليها عشان نبتدي نستورد المواد الخام بالنسبه للادويه اللي بيكون عليها اقبال او عليها ضغط؟ احنا عندنا خريطة، عندنا، لانه احنا بنعتمد على احصائيات عالمية موجودة للسوق المصري في الادوية التي يتم تداولها جوه مصر. ولكن الدولة المصرية القيادة السياسية اطلقت حملة ال100 مليون، وحملة ال100 مليون دي من افضل الحملات اللي هي اتعملت في تاريخ مصر وعلى مستوى العالم، لانها حضرتك بتعمل مسح شامل للأمراض جوه مصر. بتقدر هتطلع منها بإحصائيات قد إيه عندك سكر، وأعتقد كمان يا فندم ليها دور في تخفيف الضغط على الأدوية. فالحملة دي من الحملات الأكثر من رائعة، في إنها فعلا بتحط الخريطة، وعلى المستقبل القريب أقدر أبقى عندي خطة، أنا شايف محتاج قد ايه ادويه، محتاج قد ايه مستشفيات كده. يعني دكتور تاني هتكلم في ثقافه التعامل مع الدواء. في ادويه بتبقى مخصصه لعلاج حاجات معينه، بنلاقيها بتستخدم لعلاج حاجات تانية اخرى. يعني في بعض الاحيان البعض بيستخدم بعض ادويه السكر للتخسيس وغيرها. التعامل مع مثل هذا الموقف، وده بيأثر على المخزون وبيأثر على سعر الدواء كمان. أنا مع حضرتك، هو طبعا في أدوية لما بيتم زي في بعض الحقن بتستخدم في إنها لعلاج السكر. هذه الحقن بينزل على صفحات التواصل الاجتماعي، بالناس بتعمل لها دعاية صحتنا، فالناس بتبدأ تقرأ وتنزل على الصيدلية عايزة تشتريها. أدى إلى كده إن هو في إساءة استخدام لهذه الأدوية. المريض اللي عنده سكر بينزل الصيدلية ما بيلاقيهاش، وهو في أكثر احتياجا من اللي عايز يخس. طب. فطبعا في الحالة دي الدولة أو هيئة الدواء حط هذه الحقن بضوابط، ضوابط إن مثلا حضرتك بتاخديها بروشتة وبرقم قومي وبتحليل سكر اللي هو التحليل التراكمي، بحيث يتاكد ان فعلا ان المريض عنده سكر، وفي نفس الوقت بيختم له على روشته علشان ما يجيش ياخدها، لان حضرتك سعر الحقنه الواحده 2500. فلو الدوله ما حطتلهاش ضوابط، مش بس اساءه استخدامها في السكر، لانه لابد ان هيكون في التخسيس، لو ممكن بياخدها للتخسيس دون اشراف طبي، وده خطر على صحه الناس. طبعا مفيش حاجه اسمها دواء يتاخد دون اشراف طبي. الحاجة الثانية ان الحقن دي بتتاخد ب 2500 وبتتباع سوق سوداء ب 6000 جنيه.
فطبعا لازم الدوله تحط لها ضوابط يعني. تمام؟ فالضوابط ان هو يبقى في روشتات موجوده في صالات الاسعاف، موجوده في صالات الاسعاف، هي صالات الاسعاف رقمها الخط الساخن 166-82، 166-82 ده رقم خط الساخن الاسعاف. إذن يا دكتور زي ما حضرتك ذكرت انه خلال 3 شهور كل الادويه هتكون متوفره في السوق، سواء كان الدواء كمنتج نهائي موجود في مصر مستورد هيبقى موجود في مصر، او حتى الماده الخام بتاعه بعض الادويه اللي بتصنع في مصر هتكون موجوده، وبالتالي يتم تصنيعها وهتكون متوفره تماما في السوق. هي ان شاء الله كما ذكر دوله رئيس الوزراء خلال 3 شهور هتنتهي الازمه. مصر طول عمرها مخزونها ما بيقلش عن 6 شهور من الادويه، ولكن لظروف عارضه اقتصاديه والازمه العالميه حصل انه النقص ده، ولكن احنا الحمد لله ماشيين في طريق ان نرجع لنفس الكميات. طيب ان شاء الله. طيب اذا سمحت لي، هل كل الادويه اللي بتصنع في مصر المواد الخام بتاعتها بتبقى مستورده، ولا في بعض الادويه المواد الخام بتاعتها بتكون موجوده في مصر؟ لا، احنا بنسبه 95% بنستورد المواد الخام من بره، من الهند والصين. الهند والصين خدوا سياسه ان هم يبقى مصانع المواد الخام للعالم كله، حتى اوروبا وامريكا بيصنعوا هناك المواد الخام علشان حاجتين، البيئه النظيفه عندهم، والحاجه الثانيه ان هم التكلفه هناك بتبقى قليله، يعني هو هناك بيعمل حاجه ب 10 دولار وبيرجع ثاني في اوروبا وامريكا ياخدها ويعيد تغليفها ثاني بتيكت جديد ويبيعها لك ب 100 دولار. فطبعا القصه ان هو احنا بنجيب من نفس الاماكن ونفس المصادر. انت علشان تعمل مواد خام هنا في مصر شيء اقتصادي مكلف وممكن تؤدي انك تخسر المشروع وتقفل. فانت في سياسه ثانيه الدوله ماشيه فيها، في النهارده بتعمل شراكات مع شركه هند انها تبدا تنقل في مصر مراحل معينه من تصنيع المواد الخام كبدايات، ونبدا من مصر نصدر لافريقيا، او نعمل شراكه وتيجي تصنع هنا في مصر. ما فعلا هو ده اللي هو فعلا بادئ من سنتين شغالين عليه. طيب دكتور، في ويب سايت لهيئة الدواء موجود بحيث انه لو حد عنده عجز في نوع من انواع الدواء يتم توجيهه لاقرب مكان موجود فيه، بالاضافة لوجود ضغط طبعا كبير على صيدلية الاسعاف زي ما حضرتك عارف، هل في خطة في الفترة القادمة انه نزود يعني سيولة الناس في صيدلية الاسعاف بحيث ان ما يبقاش في اي تكدس هناك؟ هيئه الدواء والاداره المركزيه للعمليات هو هيئه الدواء حط خطه بصراحه ماشي فيها بتراك كويس. اولا احنا ليه كان صيدليه الاسعاف؟ صيدليه الاسعاف دي صيدليه تبع الدوله وبتبقى ليها ضوابط زي ما قلنا بالروشته برقم قومي لسبب رئيسي علشان الناس ما تاخدش هذه الادويه وتجروا بها في السوق السوداء. فبدات يتحط لها ضوابط. الخطه الثانيه ان هيئه الدواء بدات تتوسع. صيدلات الاسعاف في حد ذاتها هي مش صيدليه الاسعاف في وسط البلد بس، احنا عندنا صيدلتين اسعاف جوه القاهره، واحده فيهم في وسط البلد والثانيه في الاميريه، بتاعت الاميريه فقط محدش يعرفها. نعم. فهو احنا في بنقول للخط الساخن 166-82 اي مواطن مصري من مكانه بيتصل بدل ما ينزل مخصوص من البيت يتصل بهذا الرقم، هيقولوا له دواء فين وفي انهي صيدليه. في 13 صيدليه اسعاف على مستوى الجمهوريه، 13 صيدليه اسعاف على مستوى الجمهوريه موزعين، الرقم الساخن 166-88 هو 82، ده الرقم السريع لصيدليه الاسعاف، من يجد عجز في اي دواء بيتصل بصيدليه الاسعاف وبيتم توفيره. كل الشكر ليك الدكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه، شكرا جزيلا.